متابعينا الكرام، أسعد الله صباحكم بكل الخير. إليكم نشرة الأحوال الجوية في المملكة. تتأثر عموم مناطق المملكة اعتبارا من نهار هذا اليوم بحالة مطرية تبدأ تدريجيا فوق المرتفعات الجبلية الجنوبية الغربية من المملكة، التي سرعان ما تمتد إلى أجزاء أخرى من هذه المرتفعات تشمل مرتفعات مكة والطائف. وتوقع أيضا أن تتركز هذه الحالة المطرية على الجانب الآخر من المملكة، في تحديدا في حائل والقصيم، على شكل زخات من الأمطار التي ربما تكون غزيرة في بعض الأنحاء. تمتد هذه الأمطار مع ساعات مساء هذا اليوم والليلة القادمة لتشمل أيضا أجزاء مختلفة من الرياض، وتشمل أيضا العاصمة الرياض بحد ذاتها مع ساعات متأخرة من الليل أو ربما قبل ذلك. وتستمر هذه الفرص الأمطار حتى ساعات نهار يوم غدا، وتعيش تلك مناطق أجواء شتوية باردة ممطرة على فترات، ربما تكون بعض البؤر من الأمطار غزيرة في بعض المناطق بمشيئة الله تعالى. تتحسن فرص الأمطار في مدينة جدة أيضا هذه الليلة إثر احتمالية حدوث تخريج بحرية قبالة سواحل مدينة جدة والبحر الأحمر في ساعات متأخرة من اليوم بمشيئة الله تعالى. الأجواء إذن اليوم قبل بدء هذه الحالة المطرية في العاصمة الرياض، الأجواء نهارا غالبا غائمة، درجة الحرارة العظمى اليوم فقط 18 درجة مئوية، وبالتالي الأجواء باردة نسبيا عموما بمشيئة الله تعالى. دعونا الآن نتعرف على درجات الحرارة العظمى المتوقعة اليوم والصغرى الليلة القادمة في مدن ومحافظات المملكة. ونبدأها شمالا من سكاكا 16 إلى 4 درجات مئوية، عرعر 16 4، تبوك 22 إلى 9 درجات مئوية، غربا في جدة 31 إلى 22 درجة مئوية، مكة المكرمة 30 إلى 21، 22 إلى 14 في الطائف مع فرص جيدة للأمطار الرعدية، المدينة المنورة من 28 إلى 18 درجة مئوية. المناطق الجنوبية الغربية أبها 19 إلى 9، في الباحة 18 إلى 9، وفي جازان 28 إلى 25، مع التنبيه على وجود فرص لتشكل السيول وجريان الأودية في تلك المناطق على وجه التحديد ومناطق المرتفعات الجبلية الجنوبية الغربية. في الإحساء تكون 22 إلى 9 درجات، الدمام 23 إلى 11، أما في حفر الباطن فترتفع العظمى اليوم إلى 18 درجة مئوية، وتنخفض الصورة إلى 9 درجات مئوية. ختام هذه الجولة في المناطق الوسطى العاصمة الرياض 18 إلى 12 مع أمطار بمشيئة الله تعالى هذه الليلة، أمطار رعدية متوقعة في كل من القصيم وحائل، وترتفع في القصيم إلى 19 درجة مئوية في ساعات النهار، وليلا 11 درجة مئوية، بينما تكون 16 درجة مئوية في حائل اليوم نهارا، والصغرى ليلا حوالي 8 درجات مئوية. ندعوكم دائما طبعا إلى متابعة هذه الحالة المطرية عبر منصات طقس العرب المختلفة، إما عبر تحميلكم لتطبيق طقس العرب أو زيارتكم للموقع الإلكتروني أو حتى متابعتنا على وسائل التواصل الاجتماعي، ويصلكم بذلك كل ما هو جديد بشأن الأحوال الجوية في المملكة. دمتم بخير، إلى اللقاء.